مرحبا بك المتابعين قناة جوف تي في على اليوتيوب. أسوا أختها مريم الخالدي وصلوا قبل يومين لدبي وعم بيشاركوا مغامراتهم من هناك، فآخر استوريهات لهم وثقوا حضورهم عرس أحد أصدقائهم هناك. أما بيسان إسماعيل وسدرة وشيرين بيوتي فعم بيشاركوا آخر فترة مغامراتهم مع بعض بدبي، حيث لاحظنا أنهم صاروا كتير قراب من بعض آخر فترة وعم يقضوا أيامهم مع بعض، فشو رأيكم بصداقتهم؟ أما غيث مروان فلساته متواجد بالمالديف رفقة أحمد الشوبكي وعم بيشاركوا مغامراتهم مع بعض من هناك. أما نورمار ففاجأ الجميع بتحضيره رسميا لأغنية جديدة، فانتهى نور من كتابة كلماتها وهي قيد التسجيل حاليا، ورح يصور الفيديو كليب بدبي أو بتركيا بعد أيام قليلة. فشو رأيكم بأغاني نورمار عامة؟ أما قمر الطائف اختفت من على السوشيال ميديا لأيام بسبب مرضها، ورح ترجع تتفاعل من جديد قريبا جدا، ولكن هذا ما منعها من مشاركة فيديو تيك توك أثار الجدل قبل يومين، واللي كان على أنغام أغنية السيلاوي، واللي اعتبر البعض هذا الفيديو تلميح من قمر عن صلحها مع السيلاوي من بعد الخلاف اللي كان بينهم قبل فترة. فشو رأيكم أنتو؟ وبالحديث عن السيلاوي فحاسم بارحة على جائزة لأغانيه وشارك فرحته العارمة عن طريق هذا البوست وستوريات مع أصدقائه اللي شاركوه الفرحة من هناك من بعد ما شاركوا عدة ستوريات واللي ظهروا من خلالها ببدلات رسمية، ليعتقد الجمهور أنها خطوبة أحد الشباب ومن بينهم السيلاوي، ولكن بالأخير أعلنوا أنها مجرد حفل لتوزيع الجوائز لا غير. أما بيسان إسماعيل فأعلنت عن انتهائها من تصوير مقابلة رسمية مع كارول ببرنامجها على يوتيوب بموسمها الجديد، وصرحت بيسان أنها أجابت على كل أسئلة الجمهور المطروحة، ومن المعروف أن أغلبية أسئلة الجمهور هاي الفترة حتكون عن حقيقة انفصالها عن أنس الشايب وسبب هذا الانفصال، فبانتظار المقابلة نعرف الحقيقة من بيسان. أما أنس الشايب فصرح أنه سيعود لدبي قريبا جدا وعم بيحضر لمفاجآت كثيرة لجمهوره. فشو رأيكم بكل هالأخبار؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.